معلومات ولدي. لا هذه المقولة ولا النبي للأولاد. هذا صار فعلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالجميع، ويتجدد اللقاء بكم مرة أخرى خلال هذه المنصة، منصة حديث الخبراء، منصتكم لتبادل الأفكار والأراء، والتي هي برعاية كريمة من مجموعة فالكون سيتي فوندرز ضمن برنامجها ومسؤوليتها المجتمعية والاجتماعية. يسعدني في هذا البرنامج دائما برفقة صديقي وأخي سعادة الأخ حارث بن سالم الموسى، نائب رئيس مجلس إدارة فالكون سيتي فوندرز، المؤسس والمضيف والمستضيف لهذا البرنامج، الأخ بوسعيد. مرحبا وسهلا. مرحبا باجي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أود أني أنتهز هذه الفرصة علشان أشكر ضيوفنا الدكتورة ميساء والدكتور رامي على حضورهم في وقتهم الخاص علشان يشاركونا معلوماتهم وخبراتهم في موضوعنا اليوم، فنشكركم جزيل الشكر وممتنين لكم، شكرا جزيلا. نعم، كثرا بسعيد، كما يسعدني أن أرحب صاحبة القلم الناطق والخطاب الواثق سعادة الدكتورة والكاتبة ميساء غدير، عضو مجلس الوطني الاتحادي الأسبق والباحثة في تحليل الخطاب. دكتورة مرحبا وسهلا بك. حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم، وشاكرة إتاحة الفرصة لي أني أنا أكون في منبركم وفي مجمل حديثكم عن موضوع مهم يهمني أنا كامرأة، يهمني كأم، يهمني كأخت، يهمني كصديقة، موضوع مهم. وطلعت على كل الجلسات تقريبا اللي سبقوا وأدرتوها وكانت ناجحة، وهذا الشيء اللي شجعني بالفعل أكون اليوم موجودة معكم في هذه الجلسة. إن شاء الله نكون يعني نطلع بنتائج يستفيد منها الجميع بإذن الله. شكرا دكتورة. وللطب النفسي وللصحة النفسية وقفة صادقة وصارمة، فبالطب نحيا ونتداوى. نرحب بالدكتور رامي الشهابي، أخصائي نفسي في المركز الأمريكي النفسي العصبي. دكتور السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك، شكرا كتير كتير لاستضافتكم وشكرا لوجودكم، وإن شاء الله الجميع يكون يستفيد ونتعلم كلياتنا مع بعض يا رب. تسلم. شكرا. شكرا دكتور. نعيش جميعا في هذه الدنيا وكلنا بحاجة إلى بعضنا البعض، فلا نستطيع أحد منا أن يعيش بمفرده منذ ولادته وإلى آخر رقمق من حياته، من الطفولة وفي المدرسة ومن العمل وفي العمل وفي الحياة الوظيفية واليومية. كل منا بحاجة إلى من يصاحب ويصادق، ومن يجالس يوفي ويسامره، بل يفرح معه ويحزن له. لذا كان لابد لنا من وقف اليوم من خلال منصة حديث الخبراء لنعرف من نصاحب وكيف نصاحب. فعنوان حلقتنا اليوم: هل الصاحب ساحب؟ لذا أبتدي بسؤالي، كونك دكتورة ميساء تربوية ولك بصمة في مجال التربية والتعليم، أين وبكل صراحة دكتورة تمكن أهمية بناء العلاقات الصادقة بين الطلبة في المدرسة؟ أستاذ جاسم، لاحظت أنا في الأسئلة لما بعثتوا لي إياها أن كان في الحديث عن الصداقة أنتوا بدأتوها في المدرسة، وهذا شيء طبيعي، كلنا تقريبا بدأت صداقاتنا في المدرسة، لكن المدرسة كانت في صداقات اللي هي وليدة المجتمع، خلينا نقول بعبارة أخرى وليدة الفريج الواحد أو الحي السكني اللي إحنا موجودين فيه، فكانت الصداقات الأولى تبدأ حتى قبل المدرسة. هذه الصداقات ما نقدر نقول أنها مش مؤثرة، لا، كانت مؤثرة بدرجة كبيرة وشكلت شخصياتنا وأثرت علينا، وكانت حتى في هذاك الوقت قبل المدارس حتى كانت الصداقات بمثابة لوبيات، فتلقى مثلا شلة
المشاغبين، تلقى شلة الهادين، شلة المصلين، شلة المغنين. هذه التجمعات الصداقات كانت موجودة من بدأت يعني المجتمعات وتكونت. لكن أنا ليش سألت وقلت أن التركيز على المدارس؟ لأني أنا وجهة نظري اليوم، أنا ميسة كأم وكسيدة في المجتمع، أعتقد أن إحنا تجاوزنا في حديثنا الصداقات عن المدارس، لأن اليوم صداقات الأبناء ما عادت قاصرة على المدارس. اللي في المدارس الأصدقاء أنا أعرفهم، أعرف طلاب المدرسة، أعرف طلاب الصف، أعرف عوائلهم، أعرف على الأقل من أي منطقة يندرجون اللي موجودين في المدرسة. اليوم نحن في مجتمعنا، كل المجتمعات ليس فقط مجتمع الإمارات، نواجه تحدي جديد في موضوع الصداقة، الأصدقاء المجهولين، إذا صح التعبير أني أنا أسميهم المجهولين، واللي هم نتاج شبكات التواصل الاجتماعي. اليوم كل واحد فينا يعرف عياله ويعرف منه يصادقهم على الأقل ولو كانت بنسبة ضئيلة، يعني ما كانت مثل السابق، لأن بسبب انشغال الأهل، بسبب ظروف الحياة اللي تغيرت. لكن اليوم أنا أصبحت كأم، وكثير غيري من الأمهات والآباء، ما يعرفون أصدقاء أبنائهم المجهولين، اللي يعرفونهم عن طريق الإنستغرام، اللي يعرفونهم عن طريق السناب شات، اللي يعرفونهم عن طريق الفيسبوك، عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي. وأعتقد أن هذا النوع من الصداقات هو التحدي الكبير اللي إحنا يفترض أن نركز عليه، مثل ما قلت، لأن مجتمع المدرسة مجتمع محدود، ويمكن السيطرة عليه، ويمكن عمل كنترول بشكل أو بآخر، مباشر أو غير مباشر. ولكن ماذا أفعل اليوم أنا كمربي، كأب أو كأم، بالصداقات اللي خرجت عن نطاق السيطرة، خرجت عن نطاق المعرفة، خرجت عن نطاق معرفتي أنا وعلاقتي بأبنائي في المنزل؟ أعتقد هذا النوع من الصداقة اللي لابد أن نركز عليه لسبب مهم، وهو أنه أصبح اليوم المؤثر أكثر من الصديق اللي موجود في المنطقة السكنية اللي أنا أسكن فيها، أكثر من الصديق اللي موجود في المدرسة، خاصة أن اليوم النظام المدرسي ما عاد هو النظام القديم اللي كان يسمح بتجمعات الطلبة وقضاء وقت، يعني الوقت اللي يقضونه مع بعض الطلبة في مجرد الحصص الدراسية، بعد المدرسة ينتهي موضوع الصداقة بسبب التكليفات، بسبب التباعد السكني. أيضا جاءت أزمة كورونا، خلنا نقول إحنا كملنا سنة، الأبناء ما عاد يشوفون أصدقائهم في المدرسة، ولكن هل اختفى الصديق عن حياتهم؟ هذا السؤال اللي لابد أن نطرحه، فهو موضوع جدا مهم، موضوع شائك ومتشربك، ولا قضايا يعني كثيرة عالقة في هذا موضوع الصداقة. صحيح دكتورة، يعني مثل ما ذكرتي أن الصداقة قد تبدأ في المدرسة ولكن وتستمر ما بعد الدراسة، وفي عالم هذا التطور اللي عندنا الصداقة اختلفت، وفي صداقة كما قلتي قد تكون صداقة خفية، صداقة إلكترونية قد تكون، ولكن قد تكون صداقة أيضا من المنزل، وصداقة في المنزل. سوف نتطرق إلى هذه النقاط دكتورة، ولكن طبعا مثل ما ذكرت في بداية حديثي أن للصحة النفسية دور في ذلك، وكنت أريد أتوجه بسؤالي للدكتور رامي، يعني أكيد الصداقات دور في تعزيز الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين والشباب، فلو تحدثنا دكتور عن هذه دور الصداقات في تعزيز الصحة النفسية والخروج من الاكتئاب والتوتر والرهبة والضغط النفسي، هل فعلا الصداقة لها دور دكتور؟ طبعا الصداقة من أهم الأشياء، مو بس للأطفال وللشباب، حتى للكبار، يعني من أهم الأشياء لما منكبر ومنصير منعجز طبعا يعني بسن كبير، من أهم الأشياء هي الحياة الاجتماعية، السوشيال لايف تبعتنا، وهي مهمة في الصغر كمان. فالصداقة والحياة الاجتماعية بتخلينا نحس بالآخرين، بتخلينا نشارك الآخرين، نحكي مع الآخرين، نستمع للآخرين، بتساعد بتكوين شخصيتنا، بتساعد بوجودنا مع الناس. يعني اللي بيقولوا مثلا الجنة من دون ناس ما بتنداس، أوقات بيقولوا هو مظبوط، يعني بلزمنا حد موجود في حياتنا، والأصدقاء وجودهم كتير 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 يعني ضروري، لأني من دون الصديق أول شيء منحس بالوحدة، يعني إذا ما عندنا شخص نأمن فيه أو نأمن فيها أو شيء، ما عندنا شيء حدا نشارك معه قصصنا وحياتنا. هلأ كأطفال
وجود الصديق بخلينا نطلع من نفسنا، يعني نطلع كطفل we are born شوي نرجسيين، منكون نارسيسس بس عم نفكر انه ناكل ونشرب وحدا يغيرنا وهالاشياء. بعد السنة والسنتين منصير بلزمنا وجود الآخرين حتى مو بس نفكر في حالنا، نفكر في غيرنا، نصير نفكر انه نحن موجودين بجو فيه ناس، وهذا الشيء كويس لتحضر الإنسانية ووجودنا مع بعضنا وكيرينج لبعضنا وهالأشياء هذه. بالنسبة للحياة النفسية، وجود الصديق is a stress reliever. كلياتنا أغلبنا خاصة لما منوصل للمراهقة أوقات، وأوقات وجود الصديق ما يعني أنا كمان أب ومع احترامي للأهل وهالأشياء، بس بسن المراهقة أوقات الصديق بيكون من أهم الناس في حياة الشخص، هم اللي بيفتحوا لهم وهم بيفتحوا قلبهم وبيحكوا لهم هالأشياء. هذا مو معناها الأهل ما لهم وجود، بس بهالعمر هذا بالتينيج ييرز الشخص أوقات فكر إنه اللي بفهم علي هو اللي من عمري وهو اللي أدي. فهل صداقات هي كتير بتساعد، وأنا شغال كتير مع طلاب الجامعة، بشتغل كأخصائي نفسي لطلاب الجامعة كمان. الصداقة هي اللي أوقات بتخليهم to adapt للمكان اللي هم موجودين فيه. من دون هالسوشيال سبورت هذا، من دون هالسبورت كتير أوقات من الناس they feel alone, they feel left out. ومن الشغلات الكبيرة مثلاً للاكتئاب هو العزلة. لما بننعزل والشخص بنعزل عن الناس وهالأشياء، هذا علم أحمر بالنسبة للاكتئاب. التوتر الانكزايتي هو كمان الخوف من الأشياء اللي حوالينا. من أحسن الأشياء اللي منعالج فيها الانكزايتي أوقات هو إنه وأوقات الأفكار الوسواسية والأوبسيسيف ثوتس، هو إنه نحاول نشوش على الخوف، نشوش على الأفكار اللي بتخلينا نتوتر. We can do relaxation technique وأشياء استرخاء وهالشي هذا، بس وجود الأصدقاء حوالينا بشوش على الأشياء اللي كمان بتوتر علينا. فمن هالناحية السبورت تبع الصديق، عندك شخص يسمع لك، شخص ينصحك، شخص يكون معك في الأشياء الحلوة وفي الأشياء الصعبة، كتير 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 بتساعد. وكأشخاص نحن، أنا كدوري كأخصائي نفسي، one of the best things إنه الناس يشوفوا حدا يسمع لهم، إنه يحكوا معه ويفضفضوا ويسمع لهم هالشخص هذا، يلي كمان موجودة بالصداقات. لما عندك صديق ممتاز وكويس هالشي كتير كتير بساعد إنه تفضفض وتفتح وتحكي مع هالشخص كمان. فكتير كتير مهمة شغلة الصداقة أكيد. طبعا دكتور الصداقة مهمة، لكن أنا برجع إلى سؤال لاحقا معاك في قضية الصديق، يعني قد يكون أيضا صديق سيء. طبعا إذا كان صديق سيء فهذه مشكلة وطامة كبرى، لأن إحنا الآن وبالذات اليوم إحنا قاعد نتكلم في قضية هل الصديق ساحب أو الصاحب ساحب ولا لا. برجع لك دكتور في هذا الموضوع هو الصديق السيء، ولكن يعني أخويا حارث الموسى أنا طبعا هو صديق أمانة وأخ، ولكن أريد أن أفصل علاقتي معاه الآن في هذا الحوار، ولا أريد أكون معاه صديق، وأريد أكون معاه يعني طرف آخر، وأريدك يعني مفهوم الصداقة ما بين الماضي والحاضر، وأنت يعني وأنا أعرف علاقتك وصداقتك مع الوالد سالم الله يحفظه، فلا سيما يعني ظهور الإعلام والسوشيال ميديا قد تكون ساعدت وسهلت وقربت المكان والزمان في الصداقة، ولكن أعتقد لها سلبيات وإيجابياتها. فعطني مفهوم الصداقة ما بين الماضي والحاضر، وأنت تعاصر الماضي مع الوالد وتعاصر الحاضر مع الشباب الحواليك. أخوي جاسم، أنا طبعاً أقدر أعطيك إلى وقت معين من الماضي، طبعاً ما أقدر أغزر فيه كثرك، أنت تقدر يعني تعطينا أكثر من خبراتك، ولكن يا طويل العمر بعطيك اللي موجود عندي. نقطة مهمة دقت عليها الدكتورة ميساء هي الأصدقاء المجهولين، وما كنا نحن نتوقع في زمن أن هذه الكلمتين بيدخلن في نفس الجملة. كيف يكون صديق وهو مجهول؟
صديقك من اللي نحن نعرفه، تعرفه من هو، تعرف من هله، تعرف كل شيء عنه، فكيف يكون مجهول؟ هذا خلى على برد بنت خلفي. من وجهة نظري أنا أن الصداقة لها جذور، لها أساسيات. الصديق هذا شو المواقف اللي تربطك أنت معاه عشان تسميه صديقي؟ شو الذكريات اللي ممكن أنت مريت معاه فيها؟ ذكريات ممكن تكون مناسبات حلوة، ممكن مناسبات حزينة، ممكن مناسبات خطرة، فهذه الذكريات تربطكم أنتم مع بعض أكثر وأكثر. المصداقية والثقة في هذه الصداقة. الصداقة في الماضي كانت بسيطة جداً جاسم، قبل وجود الإنترنت وقبل وجود حتى القنوات الفضائية. ليش؟ لأن التلفزيون كان محدد الجدول متى يطلع، والله هم عندك قناة أو قناتين في البيت واضحات وباقي القنوات مو بواضحة، فأنت مفرك لوناستك أنك تطلع مع صديقك. ونفس ما قال الدكتور رامي، يعني الاحترام للأهل والاحترام للأخ والأخت والأم والأبو، لكن أنت لازم تروح لصديقك على أساس أنك تو ريليس الاسترس اللي عندك. وفي واحد كان يقول وين انت يا اخي، ابغي اشكي لك همومي. زين، ليش تشكي همومك لصديقك؟ ايش معنى الصديق؟ لان الصديق he's not going to judge you، قابل انك انت بغلطاتك والكمال لله سبحانه. كل انسان عنده عيب، الصديق هو يقبلك بالطريقه اللي انت فيها. فهذه هي كانت كيف موجوده في الماضي، ولكن في الحاضر مع الصداقات الجديدة اللي طالعة، اللي هي صارت أكثر كوانتيتي على الكواليتي، ما فيها الجودة اللي هي موجودة في السابق، اللي هي طلعت على الإنترنت، وهذه ممكن أنها تكون very short term، ممكن أنها تعيش معك سنين ومدة طويلة، وخصة إذا صارت معك مواقف you might not have your friends around you anymore. والتواصل الاجتماعي من وجهة نظري أنا أشوف أن قرب البعيد وبعد القريب، لأن سابقا كان تواصلك مع حلقتك أو أصدقائك القراب كان تواصل حميم أكثر، فيه حب، فيه bonding. لكن التواصل الحين أصبح كلمت فلان، لا والله من يومين شفت صورته على الانستغرام أدري به هو بخير. لا، ما يصير. قبل أنت تمر عليه على الأقل مرة مرتين في الأسبوع، تطمن عليه، شوف بعينك، يمكن الصورة اللي منزلنها هذه من أسبوع، شو عرفك أنت؟ فأنت كذلك كصديق لازم تقوم بدورك، وما تخلي التكنولوجيا تي وتحتل آلية الصداقة الأساسية وهدفها الأساسي اللي هي تبادل الثقة بين الصديق والصديق، علشان نوصل في النهاية إلى شو؟ إلى الأمان. لأن أنت جلستك مع صديقك مش بس ترفيه على النفس، لا، أنك تحس بالأمان. ونحن كنا بشر نفس ما قال الدكتور رامي، إلنا متطلباتنا، ومن هالمتطلبات الأمن والأمان والإحساس بالراحة، وهذا جزء كبير من تحصله عند الصديق. سعيد، انت تطرقت الى نقطه جميله جدا، تز كواليتي نوت ذا كوانتيتي. يعني اليوم في السوشيال ميديا قد تلقى عندك thousands، الاف من المتابعين، وتعتبرهم كل اصدقائك، ولكن كم منهم صديق؟ فهو ليس الكم، وليس كم المده اللي انت تعاشرت وعاشرتهم وتعرفهم عن قرب. دكتوره، يعني انت، أنا أريد أرجع إلى المدرسة، لأن يمكن أكون أنا من الجيل اللي صداقتي كانت في المدارس، ولازلت عندي أصدقاء والله يا دكتورة من الروضة، ولازلت على التواصل معهم. فأعتقد يعني دور الصداقات في مقاعد الدراسة كانت لها دور كبير في تكوين شخصية الطفل وبناء المهارات وتعزيز الثقة. لأن نحن اليوم قاعد نتكلم، هل الصاحب ساحب يسحبك إلى الاتجاه الصحيح أم لا يا دكتورة؟ نعم،
صحيح أنا معاك، وأنا نفس الشيء يعني ما زلت إلى الآن أقوى الصداقات اللي هي كانت على مقاعد الدراسة، سواء كان في أيام المدارس أو حتى في الجامعة، هي الصداقات الباقية باستثناء الصداقات اللي صارت أثناء مرحلة. أنا أتفق معك، لكن الاختلاف أن الصداقات اللي أنشئت في وقت المدارس ووقت الجامعات كانت في منظومة، خلنا نسميها منظومة قبول، يعني أنا أصادق فلانة وفلانة لأنها مقبولة عند أسرتي، وهي تصادقني لأنها مقبولة عند أسرتها. ليش؟ شو السبب؟ إن القيم واحدة، المبادئ واحدة، التوجهات واحدة، فما كنا نشعر بأن هذا النوع من الصداقات يحدث لنا مشاكل، لأن مثلا مجرد ما إحنا نحاول نسوي صداقات مع ناس خارج النطاق المقبول في الأسرة يقابل بالرفض، فبالتالي أنا أنسحب من هذا النوع من الصداقات. فحتى الصديق اللي كان معي في مقعد الدراسة أو حتى في الجامعة عارف الشيء، لو بينصحني أو بفضفض له أو بتكلم معه عارف الشيء اللي بيقول لي، يا لازم يكون في داخل المنظومة القبول للعائلتين، أي شيء خارج هذه المنظومة راح نتركه سواء أنا أو الطرف الثاني. ولكن في بعض الأحيان إحنا ما نقدر نقول إن الكل ملتزم بالقيود اللي تضعها الأسرة، فتلقى مثلاً الأسرة محافظة، الأسرة ملتزمة، الأسرة كذا، ولكن يطلع واحد من الأبناء يصادق أحد على النقيض تماماً ويتأثر، يتأثر طبيعي يتأثر. يعني أنت اليوم أي شخص يعيش معك أو أنت تروح معه أو تقضي معه خلينا نقول ساعتين في اليوم، مستحيل أنت ما تتأثر فيه، تتأثر بمزاجه، تتأثر بطريقة كلامه، تتأثر بأفكاره، فما بالك بشيء يحدث عن طريق سنوات. يعني أنت من شوي سألت بسعيد عن علاقته وصداقته بالوالد، هذا النوع من الصداقات موجود، ولكن هل كان موجود قبل؟ يعني أنا أخواني الأكبر ما أتوقع كان شيء عندهم صداقة مع الوالد أو الوالدة، كان الوالد والوالدة شيء يعني فوق، ما في موضوع هذا الصداقة غير مطروح تماما أبدا في مقام الأم مقام الأب، وأنت تتعامل معاهم بهذا المقام. بينما لما أحيين الجيل دكتورة المعطيات اختلفت، يعني اختلفت أنا اليوم بالضبط. الأب كان غير قبل، الأب يدخل البيت يعني مع احترامي في سيد داخل البيت، الكل كل الكلمة تتغير، الكلمة تتغير. لكن أنا مثلا لما أنا أي مثلا من الأم مثلا بنتي أقولها أنا صديقتك الأولى، حتى لو بتغلطين دائما أقول لها هذه العبارة من يوم كان عمرها 15 سنة، لأن مرحلة مثل ما يعرف الدكتور رامي مرحلة المراهقة مرحلة حساسة وصعبة، فكنت أقولها ثقي أني أنا الصديقة اللي ما راح تخذلك، يعني حتى لو أنت أخطأتي في يوم خطأ تعرفين أن أنا راح تكون ردة فعلي عنيفة، تعالي قولي لي لأني راح أحتوي هذا الخطأ. لو وثقتي بأي صديقة وقلتي لها الخطأ ما أعرف إلى متى وكم المدة اللي راح تحتفظ فيها بهذا الخطأ. فالمفاهيم الصداقة بعد أيضا يعني تأثرت حتى في داخل الأسرة أو حتى في المدرسة. لكن اليوم تعال في المدارس، هل اليوم الأبناء اللي موجودين في المدرسة يعتبرون اللي معاهم على مقاعد الدراسة أصدقاء؟ لا، يعتبرونهم رفقة وقت، فبالتالي يقولك أنا بظهر مع ربعي، أنا بطلع مع صديقاتي، الصداقة أصبحت مختصرة عندهم في الظهور وفي تقضية وقت حلو ووقت الترفيه، مطاعم، مقاهي، هذا مفهوم الصداقة. ما عندهم مفهوم أني أنا أتكلم في موضوع، أتشاور، أتناصح. بدليل مثلاً أنا تفاجأت لما تخرجوا مثلاً دفعة عايشة بنتي من الثانوية، متفاجأة كنت أن ما في ولا واحدة منهم تعرف شو الثانية تبغي تدرس، مع أن إحنا لما كنا في عمرهم كنا نتكلم شو التخصصات اللي إحنا نبغي ندرسها. اتفاجأت بعد ما دخلوا الجامعة، وهذا شيء طبيعي مع أنهم مع بعض من الكيجي من الروضة، ها كل واحدة راحت مسار وكل واحدة اختارت جامعة، حد داخل الدولة وحد خارج الدولة. لما أسألها بعد 4 سنوات فلانة شو تدرس؟ قالت والله أمي ما أدري، لكني أنا أعرف أنها في جامعة زايد. فلانة شو تدرس؟ قالت والله ما أدري، هي في أمريكا. زي شو تدرس؟ قالت والله ما أعرف. فلانة تخرجت. فكنت أستغرب، يعني إحنا إلى اليوم نعرف كل واحد فينا بعد الثانوية وين كمل، شو تخصص، تزوج ولا ما تزوج، شو عنده من العيال. يعني مفهوم الصداقة أصبح مختلف خاصة في هذا الوقت، ما عادت في مواقف الصديق، موقفه في الشدة، موقفه في الفرح، موقفه، لا، أصبحت يعني مفاهيم سطحية، وهذا الشيء يخوف. هني لازم نتساءل، هل الجيل هو اللي تغير أو تربيتنا نحن لهم هي اللي تغيرت، أو المتغيرات الاجتماعية صارت سريعة جدا جدا بحيث انهم ما قادرين يلحقون ويستوعبون كل اللي صاير حولهم. ف
المفاهيم كلها تغيرت. يعني أنا أعطيك يعني جيل واحدة عمرها 21 سنة ما تعرف دفعتها شو يدرسون. يعني إحنا لما كنا كبرهم لا، إلى اليوم أنا أعرف وين ساروا وين. فموضوع مقاعد الدراسة اليوم أصبح مختلف تماماً عن الجيل الأول، مختلف تماماً، ولا حتى يعرفون بعد. يعني هذا الشيء الأكبر أقولها منو أمها؟ ما أعرف. منو؟ طيب وين ساكنين؟ بعد ما يعرفون. طيب هذا شو بتيجي لها؟ يعني أنا عارف أسامي ما يعرفون. طيب إحنا هل كنا بهذا الشكل؟ لا، كنا نعرف هذه منو، هذه بنت منو، هذه خالها، هذا عمها، لأن كانت الزيارات في نطاق الأسر والقبول الأسري. اليوم لا، أصبحت الأمور مختلفة. اليوم هذا الطالب في مدرسة 4-5 سنوات، بعدها انتقل إلى مدرسة ثانية، بعد سنتين انتقل إلى مدرسة ثالثة. فإذا حتى مفهوم الصداقة في المدرسة ما عاد ثابت، لأن المتغيرات أصبحت كثيرة حتى في الانتقال من حرم مدرسة إلى مدرسة أخرى. طبعاً يعني يؤسفني أن أسمع هذا الشيء دكتورة، هذه حقيقة، هذه حقيقة، يعني ما نقدر إحنا نتجاهلها. ولكن ثم تعتقد المتغيرات السريعة اللي تمر فينا نحن، سواء كنا نحن كآباء أو أمهات أو حتى الأطفال، والمتغيرات اللي حوالينهم يعني صعبة جدا، وبدأت تحير حتى العلماء، وبدأت تحير حتى الأطباء. أنا بسأل الدكتور والطب النفسي، أنا أعتقد أنت ذكرت في بداية حديثك الدكتور رامي أن 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 الصديق متنفس، الصديق قد يكون يعالج في الاكتئاب أو في التوتر أو ولكن دكتور أنا أعتقد قد يصبح الصديق مؤذي وضار، وممكن يسبب لك الاكتئاب دكتورة، ممكن يسبب لك التوتر. فكيف أفرق ما بين صديق سليم وصديق ضار؟ كيف أفرق؟ وهل فعلا الصديق قد يكون هو السبب في الاكتئاب اللي أنا أعيش فيه؟ ممكن، يعني في صداقات ممكن، بس كمان ترجع لكيف منشوف نفسنا كمان وكيف ثقتنا في نفسنا. أنا من الشغلة اللي دائما بركز عليها هي ثقة الشخص بنفسه، ثقة الطفل في نفسه. وشي دائما بشتغل مع الأهل وبشتغل مع أولادهم إنه نموا ثقتهم في نفسهم حتى التأثير الخارجي ما يكون كبير على الشخص. طبعا في تأثير حلو من الصداقة، ومزبوط في تأثير خارجي بكون كتير صعب. في أصدقاء بتنمروا على أصدقائهم، they bully them. في أصدقاء بيستغلوا أصدقائهم، they take advantage of them. في أصدقاء بغاروا من أصدقائهم، أوقات بكسروهم، يعني if they're better لا I'm gonna بأشوف إيش السيء فيهم وقالهم لا مشان إيش أنا أشوف حالي أحسن by putting somebody else down مثلا. ففي كتير من هالصداقات هاي موجودة وصرنا نشوفها أكتر أوقات، لأني مثل ما قالت الدكتورة ميساء مع التغيرات السريعة اللي عم بتصير، صار دائما بدنا شيء على السريع، بدنا اللايكس، بدنا الكوانتيتيز، بدنا هالأشياء. فالدبث تبع الصداقات تبعاتنا تغيرت كمان. ومزبوط بالأول كانوا الأهالي يعرفوا كل شيء، هلأ صارت بس على السريع والناس عم تتغير وهالأشياء. بس مزبوط تأثير الصديق ممكن يكون كتير عاطل، خاصة منشوف بأشياء الممكن فيها أشياء الإدمان، أشياء الأخلاقية مثلا، لأن كتير أوقات الصداقة بتأثر على هويتنا حتى الشخصية، لأني بنعمل comparison كتير بين نفسنا وبين أصدقائنا. بشوفها كتير أوقات في الجامعة مثلا، هل أصدقاء عبساووا internship ودبروا وظيفة بس أنا ما سويت، أنا ما عملت. وبشوفوا مثلا على الإنستغرام وعلى الفيسبوك وعلى الأشياء بينوا الأشياء البوزيتيف أكتر. فالشخص بعود بطلع بقول هالناس عم بتسوي وبتعمل وأنا I'm nothing, I'm doing nothing. اللي عم بصير كمان أنه مع التغييرات السريعة أوقات الشخص نفسه أو الطفل أو المراهق نفسه هم مش عارفانين إيش بدهم. من قبل كنا من صغرنا مثلا نعرف والله نحن منحب هيك منحب هيك، الأوبشنز اللي برا كان عندك يا مهندس يا طبيب يا محامي يا هالأشياء. هلأ في طلاب في الجامعة هم they invent their own major، يعني هم بقولوا فهذا شيء فيه شيء حلو إنه صار flexibility وصار في options وصار هالأشياء، وبنفس الوقت صار في شيء عم ضيع الناس كمان. فلما عم بيجي أصدقاء هم مش أوكي
مع هالسرعة، مع قلة تكوين الدبث بين الناس مثلاً، عم بقدروا أوقات يشدوا ناس لطريق مش صحيح. فممكن وفي أوقات أصدقاء هم عندهم ممكن أمراض نفسية، ومو معناها الشخص المريض النفسي إنه هو نيجاتيف، يعني I don't want to show this image. بس في ناس مثلاً مع personality disorder مثل borderline personality disorders أو هالأشياء يلي أوقات بجروا الصديق وبعدين ببعدوهم، جروهم وبعدوهم. عادة أصدقاء مع هالناس بقول لك هذا أنا استنزفت من هالشخص، هذا شوي بقول لي أنا مكتئب وشوي وهذا، وأنا بدأ أأذي نفسي وأنا هذا بجي بساعده، وبعدين ما بده ياني بده شخص تاني. وشغلة السوشيال ميديا وهالأشياء كمان، صار شغلة الكوانتيتي كتير غيرت، صار بدهم اللايكس الأكثر، بدهم السرعة. إذا أنا بعت لي مسج وما بعت له thumbs up أو a smiley face أو recognition خلال ثانيتين، هذا الشخص مش سائل علي، وهذا الشخص مش بحبني، والله أعلم عنده أصدقاء تانيين وهالأشياء. فكتير كتير تغيرت المفاهيم مزبوط، وكتير وارد الصديق السيء ممكن يسحب، بس غالباً بسحبوا الناس اللي هم ثقتهم بنفسهم ضعيفة. فأحسن دواء ننمي ثقة نفس أولادنا. دكتور، في العيادة حد يشتكي من مرض صديق؟ يعني يشتكي يقول أنا عندي مشكلة مع صديق؟ في عند مع الطلاب أكثر شيء بواجه هالأشياء هذه. الطلاب أي مرحلة سنية؟ على الأكبر شوي، خلينا نقول بالليت تينيجرز، خلينا نقول من 15 سنة، أوقات من 14 حسب الكوميونيتي وحسب الانفايرمنت والكلتشر، لغاية خلينا نقول 24 سنة مثلا أو 23. فممكن نقول من صف العاشر للجونيور سينيور يير باليونيفرسيتي. في أوقات بجوني ناس بقولوا لي هل صديق هذا مثلاً أثر علي بطريقة سيئة، بس غالباً it's a positive thing مش a negative thing to tell you the truth. غالباً التأثير عم بكون إيجابي مش الشيء اللي أنا بشوفه. دكتور آسف بوزايد، دكتور بوزايد، نعم سمعني؟ أيوة نعم، آسف على المقاطعة، بس أبغى أسأل الدكتور في هذه الحالة، هل في أساسيات إذا بتنصح شخص أن يقطع صديق معين، أو تقول له ابعد نفسك من هذا الشخص، خلاص ارسم خط النهاية مع هذه الصداقة؟ وشو هي الأمور اللي بتدفعك أنك أنت تنصح your patient أنه يقطع هذه العلاقة، وليش؟ عادة أنا I stay away إنه أقول له لشخص يبتعد عن شخص تاني إلا إذا في imminent danger، يعني في خطر كبير. بحاول بالعلاج النفسي دائما الشخص هو اللي يطلع بهالفكرة، لأني أنا لما بجي بنصح البيشنت صرت تقريبا بدور مثل الأستاذ أو الأب أو هالأشياء. فما دائما إذا ما نبعت الفكرة من الشخص نفسه ممكن ما يسمع لي مثلا. فأول شيء بحاول أنه أوريه تأثير هالشخص هذا السلبي عليه. الأويرنس هي أول تحدي. وتاني شيء أنه طيب إذا خايف تخسر هالشخص، هل في إمكانيات نحط limits أو boundaries مشان هالشخص ممكن يضل متواجد في حياتك بس ما عنده تأثير عليك؟ وبطلع على الشخص نفسه، على ثقته بنفسه، على محبته لنفسه، على هو نظرته لنفسه، وهل هالشيء عم بيساعد هالشخص الآخر يقدر يتنمر عليه أو يسيطر عليه أو هالأشياء. بس إذا بالأخير الشخص ما عم بقدر أوصل له إنه يشوف الأشياء السيئة، وهو يكتشف إنه لازم يصد هالصديقة والأشياء، أوقات بالأخير بقال له تعرف نصيحتي stay away from this person، يعني بس بحاول أخليه هو يتوصل لهالفكرة عشان when he thinks of it he will follow it more than when I tell him to do it، يعني إنه يساوي هو. ممتاز بسعيد، يعني أنت سبحان الله سألت السؤال وبغيت أنا أكمل حديثي معاه بنفس السؤال هذا، لكنك
يعني لك من الشكر انك انت وجهت السؤال للدكتور. ابو سعيد يعني انا اعرف انت عندك محيط كبير من الناس اللي انت تصادقهم، وقد منهم يتاثرون بك وقد انت تتاثر بهم، فهل تعتقد ابو سعيد دور الصداقات تبني في بناء شخصيه الشخص وتاثر على مستواه الشخصي والنفسي والمجتمعي؟ أبو زايد، في عنا مثل نحن إماراتي يقول ولدك إذا كبر خاوة، وهذا المثل أو هذه النصيحة تنقال للأب ما تنقال للولد. ليش؟ لأن مهم أن الأب يبني العلاقة القوية بينه وبين ولده على أساس يصقل الشخصية. في كتاب أنا أقرأ اسمه How to Raise a Boy in the 21st Century، نسيت اسم الكاتب، لكن الكتاب هذا يدخل في ديتيلز معينة. إن طبعاً الدكتور رامي بيساعدنا في هذا الموضوع، إن من العمر من سنة إلى 6 سنوات هني وين دور الأم دورها كبير، من 6 سنوات إلى 14 وين دور الأب يدخل، والدور هني كذلك دور الأب كبير جدا، ومن 14 إلى 18 هذا اللي طرقت للدكتورة ميساء اللي هو سن المراهقة، وهذا سن خطر جدا. أنا أتذكر نفسي في هذا العمر أي كلام يطلع من حلج أمي ولا حلج أبوي غلط، ما يهمني هذا اللون أخضر، لا هذا أحمر. ليش؟ لأنهم قالوا المخ متبرمج على هذا العمر. ففي هالكتاب يقول لك أنت كأب شوي ابتعد، ولكن دخل صديق ثاني. كيف؟ مثلا أخوك خله هو يستوي صديق ابنك، جارك إذا جارك أنت زين وتشوف أنه ممكن يكون قدوة تخليه هو اللي يصادق ابنك. ليش؟ لأن ابنك ما بيفضفض لك لو تحاول معاه قد ما أنك تحاول، بيفضفض لغيرك. ليش؟ لأنه بعد في مرحلة يعتقد أنك أنت مو بكلامك 100% صح، نفس ما هو يفتكر. وبعد سن 20 سنة لا تتدخل فيه، لكن كون له مستشار. فالكتاب قاعد يوجهنا باتجاه كأهالي إلى الصداقة من أول جديد. فالصداقة تصقل الشخصية، الصداقة تسحب. يعني عنوان البرنامج أظني في محله، الصاحب ساحب. دكتورة ميساء قالت في المدارس كان فيه جروب المشاغبين، جروب الشطار، جروب. حط أي شخص في أي جروب بيسحبونه، لأن دائما البير بريشر الأغلبية تغلب. إذا كان في شخص واحد يحاول أنه ينشر فكرة معينة ما بتنتشر، لكن إذا هم مجموعة وهو شخص واحد، ونفس ما قال الدكتور رامي شخصيته ضعيفة، طبعا بيأكلونه أكل وبيسحبونه. مهم جدا جاسم على الأهالي وعلى الأصدقاء أنهم يراعون أولادهم، وخصة الجيل الصاعد في تربية الأطفال لازم ما يكونون نفس ما كانوا سابقا، أن الأب فقط دور أب ما له دور ثاني. الأب له أدوار جديدة لازم يلعبها الحين، والأم لها أدوار عديدة، وعلم النفس يثبت هذا، لأن دائماً اللي يطلعون شاذين عن المجتمع بفكر معين، تشوف أن التربية الأساسية اللي صارت لأن ما في صداقة بين الابن وأهله، في disruption في العلاقة من بينهم. أبو سعيد، أنا أبا أخذ دكتورة ميساء، وأنا عملت ريسيرتش شوية وعرفت أنك من المتفوقات، كنتي من المتفوقات في الدراسة ومن المجتهدات، واعتقد يعني كان في تاثير من 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 الصداقه او الصديقات والينج في فتره الدراسه. لذلك اريد اعرف منك، خلينا ارجع الى الجيل الطيبين، وانت يعني ما اريد انا اقول لازلتي كبيره في المقام ولكنك لازلت زهره. فهل
الفترة اللي انت عاصرت فيها كان فعلا في تأثير من الصديقات في مستواك الدراسي وتحصيلك العلمي؟ نعم، هذا السؤال مهم كثير، ودائما أنسأل إن كيف كنتي متفوقة. صح، فعلا طول ما أنا في المدرسة إلين اليوم ما أتذكر أني أنا ما كنت يعني متفوقة. كان في تأثير للأصدقاء، بس أذكر دكتورة لكن هذه دكتورة. النقطة اللي كنت أبثيرها أول دكتورة. شيء الصوت ما أسمع دكتورة، أقول صح كنتي متفوقة هي. في واجب دراسي هومورك مع الرياضيات ما سويتي وعاتبت الدكتور الأستاذ. مستحيل. لا هذه كانت إشكالية. أول شيء الوالد والوالدة كان عندهم مبدأ، كل واحد من نفسه، أنت نجحت لنفسك، أنت ما نجحت بعد لنفسك. هذه العبارة اللي نسمعها من الصبح إلى نرقد. فأنا كنت بطبيعتي أحب الدراسة، ولكن زميلاتي اللي معاي كانوا بعد متفوقات، يعني كنا في مقاعد الدراسة وكنا نشجع بعض. لكن طبعاً إحنا تربينا تربية صارمة بمفهوم الصداقات ومفهوم حدود الزمالة في المدرسة، هذا كله كان شيء جميل، وأنا مش يعني بالعكس أنا مش متأسفة عليه، لأن أصل فينا أمور كثيرة. لكن كان في نقطة كنت أتمنى لو الأهل انتبهوا لها، خاصة أني أنا أصغر وحدة، وهذه مشكلة يمكن دكتور رامي يواجهها كثير. لما كنت في الصف ما كنت أقدر أندمج مع أي حد في الصف، مش لأني شاطرة ودافورة مثل ما يسموني ودحيحة ودائماً على الكتب، لا، ما كنت أقدر أندمج مع أي حد في الصف. فكان المدرسات يستغربون، فلما يقولون للوالدة تقول ما شاء الله هي ما تسكت في البيت، فعلاً كثرة ما سوايد أتكلم يعني واجتماعية، بس في الصف ما كنت أرمس ولا أندمج. في الفسحة أحاول أسوي أي واجب أي شيء عشان ما أطلع. بعدين أتذكر كانت واحدة من المدرسات اكتشفت المشكلة، وهذه القضية لابد أن فعلاً الأهل ينتبهوا لها. كنت أحس أن اللي معاي في نفس الصف ما يقدرون يتخاطبون معاي بنفس الفكر أبداً، لا هم يفهمون لي، أنا أفهمهم بس هم ما يقدرون يفهموني، ما يقدرون يفهمون لما أتكلم عن أفكاري، الأشياء اللي أكتبها، كنت أكتب من يوم الصغر أكتب قصص، ما يقدرون يشاركون اهتمامي، فكنت أميل للعزلة. وبالتالي نتيجة هذا كانوا أصدقائي من الابتدائي أقل شيء بيني وبينهم صفين. طبعاً الأهل كانوا يرفضون، أن المفروض أن تكون أنت مصاحب اللي في عمرك. بعدين لما بدأوا يفهمون المشكلة من خلال مدرسة من اللي درسوني في الابتدائي، بدأ صار عندهم الموضوع في تقبل أني أنا أصاحب حد أكبر مني، لأني أنا ما أقدر أتخاطب مع اللي في عمري. سبحان الله لاحظت نفسي لما كبرت إلين الجامعة صداقاتي الأقوى إلى اليوم مش من نفس عمري ولا من نفس جيلي، قليل يمكن واحدة وثنتين اللي جيلي، لكن أقرب واحدة مثلا أم محمد خالة وسعيد، يعني هي أقرب صديقة مع أن إحنا لا درسنا مع بعض ولا من نفس الجيل وفي فارق، لكن هي أقرب صديقة. فهذه قضية الأقران لابد ينتبهون لها الأهل. أحيانا ولدك أو بنتك ما يقدر يندمج مع اللي في عمره، يا أن أقل منهم في القدرات الاجتماعية والمعرفية، يا أن أعلى عنهم، فبالتالي الكوميونيكيشن يكون جدا صعب. بالنسبة لموضوع التفوق خلق لي قضايا كثيرة، مع أني أنا كنت متعاونة وأحب، بس يعني دائما موضوع الغيرة، موضوع التنمر، موضوع أن 24 ساعة تدرس، يعني كانوا البعض يأخذون كراسات يا الله يعزكم يعبونها في الزبالة أساس أنه ينقلون واجب بعدين ما يرد لي الكراس، بس ما كان يعني مؤثر بشكل كبير. لكن الصداقات اللي كانت يعني فعلا أثرت في تفوق، يعني الله يرحمها كانت صديقة أكبر مني هي، وكان طموحها أنها تكون طبيبة، وأنا كنت بعد أني أنا أكون طبيبة. فأول سنة جامعة دخلت وصيبت بسرطان القولون توفت، فغير ميولي ورفضت أني أرفض حتى أني أدخل كلية الطب، يعني شعرت بأن هذا الشيء راح يذكرني بحلم هي ما حققته، فأنا ما أقدر يعني أكون في نفس المجال، بالإضافة إلى أسباب ثانية. فتأثير الصديق كان موجود إلى اليوم، يعني مثلا أحيانا أنا أقدم على خطوة أو على قرار في حياتي وأنا أصبحت أم يعني وخلاص وصلت لمرحلة النضج، تصور أخوي جاسم والحضور أني أحيانا أقول إذا أنا سويت هذا الشيء كيف بتكون ردة فعل فلانة اللي هي صديقة، هل راح تتقبل هذا الشيء ولا لا؟
أنا مو بيارس أخليها حكم أو متحكم في حياتي، لا، لكن أنا أريد الشيء اللي أنا أسويه هي تفخر فيه وتكون سبورت معي إلى آخر خطوة، لأني أعرف لو أن هي رفضته أو ما تقبلته أنا راح أتأذى نفسياً، راح أشعر بأن ثقتي بنفسي انهزت وإن كانت كبيرة، أن أقرب الناس لي أصدقائي مش متقبلين الشيء اللي أنا أسويه. فتأثير الصديق سواء في النجاح أو في تكوين الشخصية هذا ضروري جداً. وبالعكس يعني أنا أعتقد أن مثل ما قال دكتور رامي، أنت الصديق تعرفه في المواقف في الشدة، في المواقف الحلوة، تعرف أصدقائك وتلمع مو بعدد المرات اللي تشوفهم ولا بعدد التواصل، ولكن بوجودهم في مواقف الحياة وبصمتهم اللي تركوها في حياتك. أيضا في قضية مهمة، مقاعد الدراسة والتأثير اللي الأهالي المفروض ينتبهون لها، أن أحيانا يكون الطفل وحيد، يعني وحيد أمه وأبوه سواء بنت أو ولد، فهذا تعامله صعب وسيء جدا مع الأصدقاء في المدرسة، دائما يعتقد أنه المظلوم، دائما يعتقد أنه المعزول، دائما يعتقد أن اللي حوله هم مستقصدينه، لأنه تعود على أن كل الاهتمام في البيت يكون باتجاهه هو، ولكن هذا الشيء ما راح يكون خارج نطاق البيت، فهذا يأثر على تكوين صداقاته في المدرسة، يأثر على تكوين صداقاته حتى بعد المدرسة. فأيضا من الأشياء اللي لابد أن ينتبهون لها، لأن بيلاحظون سلوكيات غريبة عند الطفل، مش لأن الأصدقاء اللي موجودين في المدرسة سيئين، لا، لأنه هو ما قادر يتقبلهم، هو ما قادر يندمج. أم عايشة، أنت أهلتي لسؤال جميل بسأل فيها الدكتور عن موضوع الاكتشاف المبكر في هذه الحالات، وأيضا المستوى الفكري ما بين مستواك الفكري أنت ومع المستوى الفكري الأصدقاء والزملاء اللي حوالينك. والصديق أنا في رأيي يعني الصديق الذي يكون معك في الأحزان هو أفضل من الصديق الذي يكون معك في الأفراح، لأن في الأفراح الكل يريد يكون حوالينك، لكن في الأحزان تطلع معادل الصداقة. دكتور عايش أم عايشة، الدكتور ميساء يعني ذكرت حاجة مهمة جدا وقد يكون لها دور في الطب النفسي والصحة النفسية، موضوع تأثير تكوين الصداقات والعزلة. هل مرات ممكن ننظر لها اللي هي توحد؟ هل هي ننظر لها إن أو لابد نحن ننتبه إن لماذا لا تريد أن تخالط وتبنى صداقات؟ هل هي مشكلة نفسية أو هي مشكلة فكرية؟ يعني الدكتورة ميساء قالت أنا كان فكري أكبر من حواليني، بس ممكن أحد ثاني ينظر لها نظرة سلبية يقول هاي فيها توحد. عفواً دكتورة ميساء، يعني لا فعلاً نظرة. فكيف نقدر دكتور كأبهات كنفهم هذا التكوين النفسي؟ أنا بقول دائماً للأهل إذا شكيتوا في أي شيء، هلأ الحمد لله صار العلم موجود والتقييمات موجودة وهالأشياء موجودة، مو غلط واحد إذا حس إنه في شيء يحاول يقيم ابنه أو بنته مثلاً. بس يعني أنا دائماً بطلب من الأهل to monitor، يعني قبل ما نفكر ولا ممكن هيك أو هيك أو هيك، أوقات ناس ممكن يجي لا 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 ابنك أكيد معاه هيك، لا بنتك أكيد معاها هيك. أنا دائماً بقولهم للأهالي ما ضروري نسوي مشكلة إذا ما في مشكلة مثلاً، بس لا مش بالضرورة يكون توحد. في أشياء كتير بتأثر على الشخص إنه هو ينعزل. أول شيء ممكن مظبوط فكرياً ما يكون متواجد في المكان الصحيح لهالشخص هذا. أوقات التوتر، السوشيال فوبيا مثلاً، الخوف الاجتماعي مثلاً، ممكن يخلي الناس ما تكون قريبين عن الناس. أوقات الاكتئاب، إذا في حدا مكتئب حينعزل، مو معناها ما بحب الناس، بس معناها ما يجوز ما عنده الطاقة يكون مع الناس. أوقات في عنا هاي فرط الحركة وعدم الانتباه الـ ADHD مثلا، ممكن تأثر على الشخص أنه أوقات يساوي شيء من دون ما يفكر، يحكي كلمة تكون غلط مثلا بس مش قصده، الـ impulsivity. هالأشياء ممكن تأثر على صداقات الشخص. أوقات إذا صارت صدمة على الشخص أو في تنمر على الشخص من جهة يجوز ينعزل. أوقات إذا الحالة العائلية مش أوكي، في أبيوس inside the home كمان، ممكن هالشي هذا يأثر على الشخص وصداقاته مع الآخرين. فكتير كتير كتير في أشياء ممكن تأثر على الشخص وانتمائه
لأصدقائه أو انتمائه السوشيال تبعه الاجتماعي للناس اللي حواليه. فأنا دائما بطلب من الأهل إذا هم حسوا في شيء غلط، أول شيء بقول لهم مونيتور، خذوا مثلا ورقة وقلم وسجلوا مثلا والله اليوم هيك صار، هيك هيك ابننا سوا، هيك هذا هيك كان، يعني لمدة مثلا أسبوع أسبوعين، لأني أوقات الولد يعني بيجي فترة و it will go away. فيعني بقول لهم ما ضروري نسويها مشكلة إذا لا، بس مونيتور، وإذا شفتوا لا it's not okay وعبجينا كلام مثلا من المعلمين من المدرسة نحن عم نحس فيه الأصدق، يعني عبجينا أشياء من غير من مو بس من جهة واحدة، فممكن هذاك الوقت أنا بقول لهم go to a psychologist, go to a social worker، يعني ساووا تقييم للشخص، لأني وخاصة التقييم المبكر أحسن بكثير من ما نقيم بعدين، بس it's never too late، معلش حتى لو 18 سنة خلي الشخص يتقيم ما هي مشكلة. فيس اوف كورس ما مش بالضرورة يكون بس توحد، بس مزبوط التوحد أكبر مشكلة بالتوحد هو السوشيال كونكشن، هي إن كان توحد درجة قليلة أو توحد درجة كبيرة، السوشيال دائما بكون شغلة صعبة، بس it could be many many things. دكتور هيك ولا هيك، نحن بنقول الله بده هيك. الحمد لله. أبو سعيد أنا أسألك سؤال وأرجوك تجاوبني بيها بكل صراحة، أنا ما عندي وقت والوقت يداهمنا، وأنا أريد أخذ كلمة أخيرة من الدكتورة ميساء ومن الدكتور رامي وأيضا كلمة لك الأخيرة، لكن قبل ذلك وبكل أمانة أبو سعيد وأنت أخي وصديقي، كيف صداقتك مع الوالد وكيف صداقتك مع الزوجة وكيف صداقتك مع ابنك الصغير الله يحفظه؟ تبغى تدخلني مشاكل؟ لا لا ما أريد أسمع منك. أنا أشوف الوالد مو موجود معنا على اللايف، فممكن تقول يعني ما عندك مشكلة. أعتقد متابع هالحلقة اليوم. صداقتي مع الوالد الله يحفظه ويطول عمره، أبوي عنده فن في رسم الحدود. He knows how to build boundaries very clearly. فحتى لو يعق الميانة بعدها الحدود معلمنا وين انها موجودة. فأعتقد ضروري ان دائما الحدود هذه تكون موجودة بين الأب وابنه وبين الأم وبنتها والعكس كذلك، لأن في النهاية الأب أب والأم أم وإلهم احترامهم، ولازم نحن نحافظ على هذا الشيء وما نتعداه. العلاقة مع الزوجة هذه تعلمتها من أبويا، هو اللي علمني إياها وهو اللي عطاني إياها، خلني أقول لك على طبق من ذهب. ليش؟ لأني أشوف وأتعلم منه كيف يعامل الوالدة. وكد قال لي نصايح مهمة جدا في العلاقات الزوجية، كيف معاملة الرجل لزوجته والأخ لأخته. يقول أنتوا وإخوانك ما بينكم سووا اللي بتسوونه، أنتوا ريايل ما عليكم خوف، لكن أمك وأختك على راسك فوق دائما، مهما كان السبب مهما كان العذر، وأنت الغلطان، ولو مو بنت الغلطان بعد كنت الغلطان، تفهم؟ فأعتقد أن خبرة نفس هذه علينا نحن أن نشلها من جيل إلى جيل إلى جيل، علشان تكون الحياة كلها متجانسة بالطريقة الصحيحة. وهذه هذه 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 كل شفافية اللي عندي أبو زايد. الله يجزيك خير. دكتورة ميساء، كلمة ونصيحة أخيرة أختمها منك ثم مع الدكتور ثم مع الأخ حارث. الكلمة الأخيرة أقول الصداقة شيء جميل، والأنبياء حتى الأنبياء اللي الله سبحانه وتعالى يختم بالرسالة أغلبهم كانوا معتمدين على الرفقة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع أبو بكر الصديق سيدنا، كان يقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. العزلة والوحدة شيء شعور بشع وما في إنسان يقدر يتحمله، ولكن هذه الصداقة لابد أن احنا نستفيد منها، لابد أن احنا نعلم عيالنا. يعني احنا اليوم على قدر كافي من المعرفة، لكن لابد أن نزرع في عيالنا القيم الدينية والقيم الاجتماعية، ونحصنهم بهذه القيم
بحيث يستطيعون اختيار الأصدقاء الصح، نزرع فيهم الثقة ونبعد عنهم الخوف، بحيث أن هذا النوع من الأصدقاء المجهولين اللي اليوم موجودين رغما عنا في السوشيال ميديا يعرفون عيالنا في حال حضورنا أو عدم حضورنا كيف يتعاملون معاهم. الشيء الثالث، لابد أن إحنا نحرص على أن هذه الصداقات حتى وإحنا في هذا العمر أو حتى اللي أكبر منا، نحرص على أن نعرف كيف نتكلم مع الصديق وكيف نستفيد وكيف نتأثر فيه. يعني حتى في عمري اليوم أنا ما أتحمل صديق أو حتى أقرب الناس أنه يكون شخص سلبي دائما، لأن لابد أن الصديق يضع في اعتبار أني أنا مثلا إنسانة مسؤولة، ربة أسرة، أنا في النهاية بشر، ما أقدر أتحمل كل الطاقة السلبية اللي أنت تبغي تعيش في صداقتك معاي 24 ساعة. لابد أن أبنائنا وإحنا نعرف حقوق الصداقة، حدود الصداقة. لما أنا أصادق أول صفة لابد أني أنا أتعلم الصدق، وعشان أكون صادقة لابد أني أكون صادقة مع نفسي قبل الغير. فأهم حاجة اليوم، إحنا ما علينا خوف إن شاء الله، لكن مهم تسريح العيال بالقيم هذه، مهم نعرف أصدقاء عيالنا، مهم نكسر الحواجز اللي موجودة ونخلي الأسرة هي الصديق الأول. متى ما كانت الأسرة هي الصديق الأول بإذن الله ما يكون عليهم خوف. شكرا دكتورة. دكتور رامي، كلمة أخيرة ونصيحة طبية نفسية صحية. الله يخليك. والله دكتورة ميساء ما شاء الله، يعني حكيت كل شيء ممتاز، أنا أؤيدها 100%. وأنا بالنسبة لي الصداقة والحياة الاجتماعية من أهم الأشياء اللي موجودة في حياتنا، وخليها تكون بحياتنا لإن شاء الله كلاتنا نصل بصحة لعمر 100 و120 إن شاء الله. يعني كتير هالشي هذا بفيدنا، والناس اللي صحتهم أحسن بالكبر هم الحياة الاجتماعية اللي عندهم إيجابية أكثر. وأنا مع الدكتورة ميساء، كأهل نحن لازم نصادق أولادنا ونصادق بناتنا، بس بنفس الوقت كمان نراقب يعني بدي أقول للأهالي including myself كمان، keep up with the technology. كتير سهل أولادنا يسبقونا بأشواط بالتكنولوجي. فعرفوا إيش الإنستغرام، وعرفوا إيش السناب شات، وعرفوا إيش التويتر، وعرفوا إيش وهدول صاروا قديمين باي ذا واي، صار في أشياء جديدة أنا لسه ما بعرفها. تيك توك كل هالأشياء الأهالي خلي لأني this is what will بالإنفايرمنت تبع أولادنا. ما صعب نطلب أولادنا يكونوا بالإنفايرمنت تبعنا، لازم نحن نكون بالإنفايرمنت تبعهم، ومش بالضرورة نكون بالإنفايرمنت وخلص مسيطرين عليهم، لا، ممكن من بعيد لبعيد بس عارفين اللي عبصير. أنا بالنسبة لألي this is a great thing يلي أولادنا رح يشكرونا عليها بالكبر، إنه نحن كنا موجودين معهم بس مش متسلطين عليهم أو مايكرو مانجر أو هليكوبتر مام and dad مثل ما بقولوا. وأنا بالنسبة لألي مزبوط، العائلة هي الأساس لهلأ بقول، حتى ولو يعني الأشياء عم تتغير والدنيا عم تتغير لازالت العائلة هي الأساس، وبنبني المحبة بالبيت والصدق بالبيت وإنه نساعد الناس ونحس بالآخرين. هذه جفت بنعطيها لأولادنا، ما في أحلى منها، وإن شاء الله هم يعطوها لأولادهم كمان. وشكرا دكتورة ميساء، والله اللي قلتي 100%. تسلم. Thank you دكتور. أخويا الحارث بسعيد، جملة أخيرة من 4 كلمات. أعطيك مثلين معلمني إياهم الوالد. نعم. صديقك من صدقك وليس من صدقك، المثل الأولي. والمثل الثاني، لا تسأل على المرء بل اسأل عن قرينه. نعم صحيح. فهذه الاثنين أنت عاد خذهم ولخصهم وفهمهم بحر. شكرا. كلامك صحيح، كلام صحيح. الدكتور ودكتورة ميساء والدكتور رامي وأخي وصديقي الحارث، في الختام وبعد الشكر والتقدير لضيوفي الكرام ومن خلال هذا البرنامج المتميز حديث الخبراء، أقول كما قيل قل لي من تصاحب أقول لك من تكون، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يقالل. مع خالص شكري وتقديري لكم أينما كنتم، هذا أنا جاسم البستكي، وبكم يتجدد اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.